يعني ايه آلات افتراضية؟ انت عزفت يا بتاع البيانول، وجعت دماغنا. اهلا بيكم في حلقة من حلقات هندسة الصوت. طبعا لما بيبقى عندنا السوفت وير بتاع الاستوديو بتاعنا اللي احنا نزلناه، راجع حلقة برنامج استوديو مجاني. الاستوديو اللي احنا نزلناه في البيت دوت، هل عليه الات موسيقية، بيانوهات، كيبوردات، كمانجات؟ انا محتاج الالات ديت في ان انا اشتغل شغلي واوزع شغلي الموسيقي. منذ اكتشاف عصر الكمبيوتر والسوفت وير اللي بتقدر تستعمله في الاستوديو ويعمل لك استوديو متكامل على جهاز الكمبيوتر بتاعك، ظهرت الحاجة للآلات الافتراضية ديت، وبيستعملوا البروسيسور بتاع الكمبيوتر ان هو يدور الحاجات ديت. يعني بمعنى ايه؟ لما عندك كيبورد او اورج مثلا خارجي، هو جواه بروسيسور كمبيوتر اللي بيطلع لك الاصوات دي. البروسيسور بتاع الكمبيوتر بقى نفسه بقى يستعملوه ان هو يطلع الاصوات دي، فانت ما بقتش محتاج الجهاز نفسه اللي عليه الاصوات دي. السوفت وير اساسا اللي عليه بيبقى محطوط على الكمبيوتر وبيشتغل ويطلع لك نفس الاصوات، فانت مش محتاج غير كيبورد زي اللي ورايا ديت بتعمل كنترول عليها. راجع الحلقة بتاعتنا بتاعت الكيبورد بتاعت الكنترولر، هي الآلة دي ما فيهاش أي أصوات خالص، هي بتتحكم في الأصوات اللي جاية عندي على الكمبيوتر. طيب تعالوا معانا نخش السوفت وير بتاعي ونشوف نوع من أنواع الآلات اللي احنا ممكن نستعملها وتطلع لنا آلات افتراضية، ازاي استدعيها على التراكات بتاعتي اللي انا بعمل عليها التسجيل. ده السوفت وير اللي انا بسجل عليه الموسيقى عادة. ما يقعدش بقى ناس تقول لي طب انت بتستعمل البرنامج دوت، احنا عندنا برنامج اسمه فروتي، احنا عندنا برنامج اسمه مش عارف كيو بيز، احنا عندنا برنامج مش عارف اسمه ايه. يا جماعة الفكرة الاساسية في برامج الدي اي دبليو هي واحدة، انت بتسجل على التراكات، والتراكات دي معروفة برموز كل البرامج بتستعملها، فانت هتلاقي لو انت قدرت تستعمل نوع معين تقدر تستعمل الباقيين، وبيبقى عندك طبعا الهلب بتاع المانيوال بتاعه تقدر تدور فيه، تقدر تدور على الانترنت لو انت محتاج تعمل حاجه عليه بس مش عارف تعملها ازاي، بتدور على سيرش بس انك تعمل الحاجه دي ازاي، وبيقولوا لك الناس اللي استعملته قبل كده او الشركه نفسها اللي بتشتغل عليه. فما ما 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 تدقش دايما على ان الشرح اللي بيتعمل لك على نوع معين من البرامج، لانك انت ممكن تطبقه بالفعل على نفس البرنامج بتاعك بس بطريقه ما يعني، او بمنيو مختلفه مثلا. فالبرنامج اللي انا بستعمله دوت برنامج اسمه لوجيك برو اكس. البرنامج دوت هو البرنامج اللي انا بستعمله لانه اشتريته للجهاز بتاعي، وبشتغل عليه كل التوزيعات الموسيقيه بتاعتي، فانا ما عنديش مشاكل ان انا استعمل البرنامج دوت. البرنامج ده بيعمل لي تراكات جديده، فانا ممكن اعمل اي تراك، اضيف اي تراك لو انا عايزه من اله موسيقيه او من تراك هسجل اوديو عليه اللي هو ميكروفون، يعني من ميكروفونات الغنى او الالات. انا اخترت هنا آلة موسيقية. الآلة الموسيقية دي عبارة عن ايه؟ اما بتيجي على القناة بتاعتك اللي تشانل بتاعتك بتاعت البرنامج اللي انت بتسجل عليه، بتلاقي فيه حتة منهم انك انت تقدر تستدعي آلات موسيقية، فانت ممكن تختار اي آلة من الاو من مثلا، حتى لو حتى كانت طبول يعني، فممكن تستعمل طبول، انواع ايقاعية مثلا، ممكن تستعمل مثلا درام ديزاينر، ده مثلا برنامج للطبول بتاعي. طبعا انا بدخل الكيبورد بتاعتي اللي هنا ديت، بقدر ادخل عليها الاصوات ديت لما اجي الف حاجة موسيقية للدرامز مثلا، واعمل اسجل انا تراك لايف يعني، فسهل جدا انا استدعي الالة بالمنظر دوت. ممكن اغير واستعمل الالة ديت مثلا مش درامز مثلا، انا ممكن استعمل، انا عايز كمانجات مثلا، نجرب الكمانجات برضو عن طريق الكيبورد بتاعتي اللي انا بعزفها ديت، بقدر استعملها واطلع اصوات الكمانجات بتاعتي. ترجمة
ممكن اعمل فايولينز، ممكن بيوصل كمان ان انا اقدر اغير في السوفت وير الواحد، اقدر استعمل مجموعه مثلا. فانا مثلا انا عايز اعمل سيكشن من الالات الموسيقيه مثلا، فيبقى عامل كده مثلا. ده مثلا مجموعة من الكمانجات هشتغل عليها. ممكن استعمل كمان اغير بان انا اضيف آلة تانية مثلا، زي الالات اللي زي دي مثلا، آلات كتيرة مجد. طلع لي اصوات طبعا مختلفة. انا هحتاج طبعا الكيبورد زي ما احنا اتفقنا عشان اقدر ادخل. طبعا انت لما بتجيب السوفت وير دي وتستدعيها من القناة بتاعتك، بعد كده انت ممكن تحط تأثيرات صوتية عليها على نفس القناة اللي انت سجلت عليها الصوت دوت، بتسجل بالآلة اللي انت موجود عنها. طبعا انا هحط في المستقبل لينكات لبرامج مجانية تقدر تطلع الاجهزة ديت وتقدر تسمع بيها وتقدر تعمل بيها اللي انت عاوزه. فانت ما اعتقدش انك انت هتبقى يعني ناقص في الاجهزة ديت، لان حتى السوفت وير المجاني اللي نازل ده بيبقى نازل معاه اجهزة خاصة بيه قوي. فخلاص ما عندكش حجة بقى، اشتغل واعمل الافكار بتاعتك ونقدر نطلع بيها اللي انت عاوزه من افكارك الموسيقية. فدي طريقة استدعاء البرامج بتاع بيسموها VST plugins، يعني virtual instrument plugins، حاجات بتستدعيها زي ما تقول برنامج صغير كده تستدعيه من جوه البرنامج الرئيسي بتاعك بتاع تسجيل الصوت. ودي كانت ال virtual instruments. واشوفكم الحلقة الجاية.